بسم الله الرحمن الرحيم اليوم ان شاء الله الله يعطيكم العافيه اليوم ان شاء الله راح نفوت في جزء جديد او نكمل على محاضره اللي كانت معنا هي امبارح محاضره Linear Regression. فراح نكمل على هاي الجزئيه سبا يعطيك العافيه اعتقد الصوت تمام ما هيك اه تمام أوه. تمام شكرا شكرا يا اسامه يعطيك العافية دكتور. أهلا 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 صباح حياك الله. طيب اليوم إن شاء الله راح نكمل على الجزء الجديد اللي هو أو نعطي أكثر من إكزامبل على جزئية اللينير ريجريشن اللي حكينا عنها إمبارح وقلنا إنه اللينير أو الريجريشن بينقسم لقسمين يا إما لينير أو سمبل لينير ريجريشن او مالتيبل لينير ريجريشن وفي يعني بري بروسسنج للبولينوميال حنطبقه إن شاء الله اليوم. لكن هذا مثال ثاني آه على ال 15 ستارت خلينا نعمل امبورت لللايبرري نقرا هاي الداتا سيت زي ما هي واضحه قدامنا هاي الداتا سيت طبعا حنطبق نوع من الفيجواليزيشن لحتى نشوف آه كيف آه علاقه الفيتشرز او تو سيلكت هاي كورليشن with independent value مع ال dependent آه value فراح نقول له الان امبورت لهاي اللايبرري اللي هي المات بلوت بعدين راح نجيب السي بورن هذا كله اخذناه الان حنختار عدد من الفيتشرز ونشوف علاقتها في البروفيت واذا كان عدد الفيتشرز كثير يعني عدد الاعمده كثيره ممكن انك انت تعمل كولز مثلا كولم 1 كولم 2 مثلا وتقارن مثلا اذا كان عدد الفيتشرز مثلا 20 فيتشرز فبتجيب مثلا 9 فيتشرز مع البروفيت والتسعة الثانية مثلا أو العشرة الثانية كمان مع البروفيت فبتشوف يعني بتقسم الفيجواليزيشن الرسمة إلى قسمين بتشوف الأعمدة اللي هون بعدين بتشوف الأعمدة الثانية علاقتهم بالديبندنت فاليو وعلى أساسه بتختار الفيتشرز اللي إلها ارتباط قوي مع التارجت فاليو ف زي هذا الشكل أعطينا في المحاضرة الماضية كيف إنه إحنا نطلع فيجواليزيشن ونشوف شو علاقه او افضل الاعمده اللي علاقتها لكن انا هنا قايل كولز يعني انا مستدعي بس الـ الـ القيم او الفيتشر الموجود عندي في هذا الفاريبل هسا اذا كان في عندي فيتشرز كثير يعني عدد غير محدود او عدد كثير كبير من الاعمده ممكن انك تضيف باقي الفيتشرز هنا مع البروفيت وتبلش تقول بدل ما هي كولز مثلا تقول مثلا كولز uh 1 مثلا فبصير الان يعمل Uh, visualization على الاعمده الثانيه واذا بدك كمان ممكن تضيف اكثر من فاريبل وتخزن في فيتشرز وتشوف علاقه كل هاي الاعمده مع البروفيت وتختار افضل فيتشرز uh, فالواضح انه اكيد اللي هو uh, uh, الار دي هي علاقتها اكيد اكثر شيء مع البروفيت وقلنا كل ما كانت القيم هي لينير بالشكل التالي هو مكان كل ما كان ارتباطهم قوي هذا visualization لكن اذا بدك تمثله از هيت ماب لحتى تشوف العلاقه بالارقام بس انك تجيب الهيت ماب كمان أعطيناه بمحاضره من المحاضرات السابقه بالفيجواليزيشن عملنا هنا رن لكن هنا حكينا calls يعني انه بناء على الفيتشرز الموجوده هنا ممكن كمان تزيد كمان وتضيف كمان على كول 2 call 3 الى اخره وهنا الواضح انه اللي هو اللي واضح قدامنا انه الار ال دي علاقتها كثير قوية مع البروفيت والماركتنج سبند كمان كويسة مع البروفيت بينما الادمنستريشن هي علاقة مش كويسة الآن بدنا نعمل سبلتنج uh للداتا إما بتقول uh بتقول قيمة X داتا ستة لأننا نعمل فصل بدنا نقسم الداتا إلى قسمين ففي السيمبل Linear Regression قلنا 1 كولوم مع الديبندنت فاليو فلو نطلع مع بعض هون على الداتا سيت حنلاقي انه انا والله بما اني شفت الار دي سبند هي اكثر ارتباط او هاي كورليشن مع الديبندنت فاليو فانا راح اختار الار دي سبند لحالها واطبق عليها تكنيك السمبل لينير ريجريشن فانا اخترت هنا من الزيرو ولغايه ال1 ليش من الزيرو لغايه ال1؟ ال1 از نوت ريبريزنت فما حيجيب ال1 فحيجيب الكولوم اللي رقمه زيرو اي بمعنى اخر حيجيب الرقم الار دي او الفيتشرز اللي هو الار دي سبند والواي هي طبعا حتجيب بس قيمه البروفيت يعني حتجيب بس الديبندنت فاليو حنعمل سبلتنج للداتا راح نشوف الواي طبعا اكيد جاب لي بس قيمه البروفيت او التارجت فاليو والاكس حتكون جاب لي بس ايش اللي هو الار دي سبينت الان حنعمل سبلتنج هذا في المحاضره اللي امس عملنا عرفنا وقلنا فروم سايكت ليرن او ازكي ليرن دوت موديل سلكشن import train test split بعدين حنقول x train x test y train y test equal اسم هاي المكتبة بناء على x و y اعمل test size او قول train size بس اذا قلت train size حتكون 0.80 يعني 80% او تقول test size على 20% الراندوم ستيت هي الشفل اذا بتتذكروا مره الشفل اللي هو كيف تعمل خلط في الداتا لانه انت اذا قلت الراندوم ستيت مثلا ايكول 10 بكل مره بتعمل فيها عمليه اتريشن في تدريب هذا المودلز حيعطيك قيم جديده ولربما تكون هاي القيم فيها انهانس وهي محسنه عشان هيك الراندوم ستيت هي موجوده يعني لحسنه ليست لكن بعض الاحيان مثلا في الريسيرش بيبر بيكون مثلا انا بدي القيم تكون ثابته يعني ما بدي القيم كل مره تطلع لي لانه القيم الثابته بدي اياها احطها عندي مثلا في الاكسبيرمنت تبعي انه آآ آآ طلعت عندي النتائج تبعت مثلا اللينير ريجريشن هي كذا فحخلي الراندوم ستيت زيرو اي بمعنى اخر ما يعمل عمليه خلط في الداتا او بكل اتريشن او كل ما اعيد التكنيك اطبقه مره ثانيه تضلها القيم يعني زي ما هي ثابته فانا خليتها زيرو هسه في تكنيك جديد يا شباب اسمه سكيلينج السكيلينج بالعاده بتطبق على الاكس ترين واكس تيست بس ما بتطبق على الواي يعني بتطبق على قيم اكس شو وظيفه السكيلينج وظيفه السكيلينج انه انا لما جبت الار دي سبند هذا الفيتشر هذا الداتا تبعت هاي الفيتشرز ممكن تكون متقاربه لكن ربما عند حد ما عند حد ما تكون مثلا عندي قيمه مثلا هون عندك 1315 1315 بالمقارنه مع 16 مع 165349 شيء كثير كبير فقلت لكم دائما او في عالم المايننج في الداتا مايننج آه بقول لك دائما الرقم الكبير بغطي على الصغير فشو الحل الحل انك تعمل سكيلينج للداتا تحول القيم آه من ناقص واحد الى واحد لكن هاي القيم السكيلينج هي بتكون يعني كونسيست uh, مع طبيعه هاي الارقام لحتى يصير في عندي نوع من البلانسنج في الداتا فالسكيلينج بت... الفيتشر او الداتا اللي هي انسايد ذس هذا الفيتشرز حتعملها بري بروسسنج اسمه Scaling هذا Scaling بيحول هاي الارقام من ناقص واحد الى واحد uh, بتكون كونسيست مع بعض يعني عندك هنا في قيم زيرو اطلع هنا في عندك 542 في المقارنه مع 22177 إشي كثير كبير فهذا بيؤدي إلى شو؟ بيؤدي إلى إنه يصير في عندي دائما القيم عاليه، أي بمعنى آخر الكبير بيطغى على الصغير. فشو الحل؟ الحل إني أعمل سكيلينج، فهذا عدم وجود السكيلينج هو أنذر بري بطبقوه على الداتا سيت. هو حيؤدي إنه تكون النتائج عندك شبه مش دقيقه. او لربما انه انا احتاج اعمل سكيننج مش بس على فيتشر على اكثر من فيتشر اذا انا كنت بطبق انذر تكنيك ساتش از اللي هو مالتيبل لينير uh, تمام فإذا كنت بطبق مالتيبل لينير ريجريشن معناته وكانت عندي فلربما بتكون مثلا القيم اللي عندي في هذا الفيتشرز قيمة كبيره بينما القيمه اللي في هذا الفيتشر قيمه كثير صغيره فكمان الكبير بطلع على صغير عنده هنا فانا حوحد هذول الفيتشرز واطبق عليهم السكيلينج لحتى تكون عندي الداتا فيها نوع من البالانسنج طبعا الستيت عندي هنا الداتا قلت لكم بالمحاضره الماضيه او اللي قبلها انه انا اذا كان عندي فيتشر في تكست انا امام خيارين اما اني انا اعمل اليمينيت لهذا الفيتشر او اعمل دروب لهذا الفيتشرز اذا انا مش بحاجته او اذا كنت انا بحاجته اذا كنت انا بحاجته حطبق عليه بري بروسينج بحكوا له ليبل انكودر وطبقناه بالمحاضره فاتت كيف نعمل ليبل انكودر واليوم ان شاء الله حطبق كمان انذر كود اكزامبل على المالتيبل ريجريشن فيها انه انا كيف ممكن اخلي الداتا تكون عندي فيها uh, ليبلنج لكن شو حيسوي هنا حيحول القيم من 1 الى 3 طب لو نجي بدنا نطبق تكنيك كل الفيشر مع بعض ومعهم هذا الفيشر وصار عليه ليبل انكودر وصار من 1 الى 3 آه معناته انا بحاجه اني انا اطبق البري بروسنج الثاني اللي هو اللي هو اللي هو سكيلنج ليش لانه القيم اللي هون عاليه وهون القيم حتكون صغيره يعني من 1 لغايه 3 طب شو الحل اعمل بري بروسنج على كل هذول الفيتشرز باستخدام السكيلنج واوحدهم واخلي الارقام تكون فيها بالانسنج لحتى طبعا القيم هاي او السكيلنج يطبق على قيم اكس على اكسترين اكس تيست فقط لا يطبق على قيم واي آه, تمام فحنطبق فحن, البري بروسيسنج هذا اللي هو اللي هو الفروم ستاك تيرم بري بروسيسنج امبورت ستاندرد سكيلر ستاندرد سكيلر هو اللي بيعمل سكيلنج وهنا عرفنا اسم او الفاريبل عرفناه بناء على اسم البري بروسيسنج بعدين حنعمل فيت ترانسفورم لانه بري بروسيسنج لقيم اللي هي اكس يعني كل قيم اكس ترين وكل قيم اكس تيست فراح نبلش نعملهم رن او ابلاي ف اكس ترين اكس تيست واي ترين واي تيست خلينا بس اتاكد انا عامل هون سبلتنج اكس ترين اكس تيست واي ترين طيب خلونا الان نعمل آآ آآ بعد ما عملنا سبلتنج ل اكس واي الان بدنا نروح نجيب شو بدنا نعمل سبلتنج للداتا الاكس ترين واي ترين هي الان بدي اطبق اللي هو السكيلينج على الاكس ترين اكس تيست وبس فحطبق عليهم الرن فراح شو عمل؟ حول الداتا اللي موجود عندي في اكس ترين الى قيم قلت لكم من ناقص واحد الى 1 يعني او الى الى 3 عفوا فبصير في نوع يعني حول الارقام لاحظوا كيف كانت ارقام كبيره هيك كانت قيمهم الاصليه كانت قيم الأصلية هيك راح حولهم عملهم scaling فحول هاي القيم إلى أرقام شبه كونسيست مع بعض لحتى آه نغطي فكرة البالانسنج اللي بصير عندك الداتا الآن نفس المحاضرة الماضية بدنا نعمل from start لينير linear models import linear regression وراح نقول هنا R equal linear regression والآن راح نقول R fit x train يعني بلش درب على x train y train وبعدين طلع البريدكشن هي ار دوت بريدكت لاكستريم واطابق او اقارن قيم الاك الواي بريدكت مع الواي تيست ها الواي بريدكت مع الواي تيست لحتى اطلع الاكيورسي والسكور والمين اوف سكوير ايرور والسم اوف سكوير ايرور فحنعمل الان اللي هو زي ما واضح قدامنا نجيب هاي المكتبه او هذا التكنيك ونعرف فاريبل ونقول انت يا هذا فاريبل حتعمل تكنيك اسمه لينير ريجريشن الان حنبلش نعمل الار فيت اكس ترين يعني بلش درب الان اكس ترين واي ترين قيم يعني بلش درب اكس ترين واي ترين عشان الان اقول لك يا واي بريدكت يا الواي اللي حتتنبا ها تنبا لي في اكس تيست يعني بعد ما دربت الان انت يا ار اعمل بريدكت ل فطلع عندي الان واي بريدكت هاي قيم واي بريدكت الان على اساسها بدي اطلع الايفالويشن وفي طبعا انذر ايفالويشن حناخذه قدام لكن من ضمن هذا الايفالويشن اللي يستخدم مع الريجريشن ايش اسمه اللي هو المين اوف سكوير ايرور او سم اوف سكوير ايرور في في عندك في الكلاسيفاير في الكلاسيفيكيشن بيستخدموا اللي هو كونفيوجن ماتريكس such as او الكونفيجن ماتريكس على اساسه بيطلع عندي اللي هو الكلاسيفيكيشن ريبورت such as اللي هي precision recall f score one والaccuracy فالان حنطبق اللي هو او نجيب المكتبه الخاصه في في المين اوف سكوير ايرور وكل ما كان الرقم اعلى كل ما كان اسوء لكن الان حنقول له طلع لي الاكيورسي او السم اوف سكوير ايرور فكل ما كانت القيمه اقرب الى ال1 كل ما كان افضل والان حبلش اعمل فيجواليزيشن للتريننج بعدين فيجواليزيشن لمين؟ للتستنج هذا التريننج وهي هون على الان على التستنج فاكيد حتكون عندي اكيد بيست لاين يعني مناسب او يتماشى مع القيم الاوريجينال فاليو هذول النقاط اوريجينال فاليو وهذا قيمه اللي هي البريدكشن هذا اكزامبل او انذر اكزامبل على اللينير ريجرشن نفس المحاضره الماضيه لكن انا ارتقيت اني اجيب مثال على اللينير ريجرشن بانذر داتا سيت نشوف كيف نطبق عليها كمان في عندي آه، اكزامبل ثاني كمان حنطبقه عشان تتوضح المعلومة بشكل اكبر في موضوع simple لينير ريجريشن عندي السالري حنجيب الان آه، نفس ال آه، هاي نجيبها ونقرا الداتا سيت اللي هي السالري داتا الان في عندي اكس وفي عندي واي هسه السالري داتا عندي experience انا بدي يعني بناء على خبره هذا الموظف بدي اتنبا بالراتب اللي هو حياخذه فحنعمل سبلتنج للداتا اللي هي اكس واي طبعا لما اجي اقول ناقص 1 يعني جيب لي بس او جيب لي الفيتشرز اللي باستثناء اخر فيتشرز يعني جيب لي كل الفيتشرز باستثناء اخر فيتشر واي هنا كاني بقول جيب لي بس اخر فيتشرز فلما عملت اكس واي جاب لي هنا هاي الاكسبيرينس وهذا اللي هو السلاري اللي بدنا نتنبأ على أساسه. الآن حنعمل سبلتنج للداتا لترين وتست. وقلنا له هنا أنا بدي تكون عندي نسبة التست 30 يعني حيتدرب هو على 70 أو ممكن تقول هنا بدل تست تقول هنا إيش؟ مثلاً ترين سايز. عفواً تكون هنا ترين سايز. ممكن كمان. تقول له ما عندي مشكله فيه بس هنا حتقول هنا على على 70 يعني على الترين تزبط تقول ترين بس 70 او تقول تيت سايز كمان تزبط عندنا يعني خلينا نعمل الان رن راح اعمل سبلتنج للداتا فصل الداتا بعدين قسمها ل اكس ترين اكس تيست اكس ترين واي تيست واي ترين حنجيب اللينير ريجريشن طيب from cyclic uh, linear import linear regression بعدين الان راح نقول regressor يعني هذا ال variable انت حتعمل fit لل x train و y train فحسميك الان انت بLinear regression وحقول يا regressor اعمل fit لل يعني بلش درب هيو اتدرب الان وراح اقول له يا y predict اللي هو regressor dot predict لx test فحيعطيني الان واي بريدكت هاي قيم واي بريدكت الان على اساسهم بدنا طبعا بدنا نطلع الفيجواليزيشن للترين فيجواليزيشن للترين وفيجواليزيشن اللي هو اكس تيست وعرفنا بالمحاضرات الماضيه انه كيف نعرف اكس ليبل واي ليبل والبي ال تي دوت تايتل اللي هم المسميات اللي حوالين الفيجواليزيشن وهنا الان حنبلش نطلع اللي هو الاكيورسي او السم اوف سكوير ايرور فاعطاني نتيجه عاليه فهذا بيعطيك انديكيت انه الموديل عندك ممتاز ما عليه مشاكل الواي بريدكت ارقامه قريبا نوعا ما الى اللي هي الواي الواي الموجود عندنا بهذا المكان هذا هو وعلى اساسه اصلا بيطلع الاكيرسي يعني هذا على اساس هيو لاحظوا هنا شو عملت قلت له واي تيست قارن لي قيم زي كاني قاعد بقول لك جيب لي الفارق ما بين قيم وايتست تيست عن واي ايش؟ عن واي بريدكت واي على اساسه حيطلع عندي الاكيورسي هذا اسمه اللي هو السمبل لينير ريجريشن شفنا كيف نطبق عليه بالسمبل لينير ريجريشن حنشوف يعني بناء على المحاضره اللي امبارح واللي اول امبارح عفوا او يوم الخميس الماضي اشتغلنا على موضوع الماتماتيكال والاكويجن بناء على السمبل لينير ريجريشن وبناء على المالتيبل لينير ريجريشن وقلنا في المالتيبل لينير ريجريشن دائما بيكون في عندي اللي هو الثيتا الثيتا اوف اكس لكن الثيتا بيكون فيها ترانسبورت يعني حيكون في عمليه دوران لأنه انا راح اضرب اكثر من آه يعني راح اعمل دوران لانه آه الميتريسس عندي هنا لازم يكون عندي القيم الموجوده عندي في ان تساوي القيم اللي في ام في الماتريكس الثاني. فنشوف كيف الملتيبلينير ريجرشن كيف ممكن نشتغل عليها نفس مبدا الليينير ريجرشن لكن انا بالحاله هاي حبلش اشتغل مش بس على اونلي 1 كولم انما على اكثر من كولم طيب راح نتوقف لمحاضره اليوم لهون وان شاء الله المحاضره القادمه راح ننطلق اللي هي البولينوميال ونفوت في الجزء الجديد اللي بعد الريجريشن اللي هو الكلاسيفيكيشن اتمنى لكم التوفيق والله يعطيكم العافيه